ان احمد بلال مواجهه صعبه جدا، وتعودنا في ماتشات الاهلي والترجي مهما كانت نتيجه اللقاء الاول الامور ما تحسمش، يعني الامور بتحسم بنسبه مش بنسبه كبيره نهائيا في بعد صفاره الحكم في المباراه الثانيه. طبعا هناخد من كلام كابتن علاء، هو بيتكلم على الترجي فرقه كبيره، فرقه عندها امكانيات، فرقه عندها خبرات، وده المهم في افريقيا انك بتلعب الفرق اللي موجوده اللي عندها خبرات دايما بتوصل لنهائيات. يعني افريقيا الامور مختلفه شويه، يعني ممكن تلاقي فرقه شابه عندها امكانيات وعندها قدرات وطموح، وفي الاخر اللي بينتصر او اللي بيعدي في اغلبيه الامور هي الفرقه اللي عندها خبرات. الترجي ممكن يكون مش افضل يعني حاله في النسخه دي، ولكنه فريق عنده خبرات، يمتلك لعبه نهائيات قبل كده، ودي اللي بيميز الترجي على فكره في الماتشات النهائيه وفي بطوله افريقيا. ممكن يبقى مغلوب بره ملعبه 2-0 يرجع يعوض صحيح. يكسب 2 ويكسب صحيح. يعني المباراه اللي فاتت عوض وكسب بركلات الترجيح. فدي الفرقه الكبيره مهما كانت النتيجه بره يقدر يعوض، عنده امكانيات، عنده قدرات، عنده الخبرات، اللعيبه اللي موجوده اللي بتلعب في ارض الملعب عندها خبرات المباريات النوك اوت، المباريات الفاصله. عشان كده هي فرقه كبيره بتوصل للنهايات كتير جدا، بتاخد البطولات، يمكن خدت بطولتين ورا بعض. فرقه امكانياتها وقدراتها كبيره، بيلعب برضه النادي الاهلي فريق امكانيات وقدرات حامل اللقب. الماتش من وجهه نظري هو نهائي مبكر من وجهه نظري، يعني تلعب فرقتين هم عندهم الطموح للمكسب، مش عندهم صح. بس الطموح ان هم يوصلوا المباراه النهائيه، انت بتلاقي فرقتين عندهم الطموح ان هم ياخدوا البطوله، فبالتالي هي دي صعوبه المباراه صح. كل فرقه من الاثنين بيبحثوا عن لقب جديد، النادي الاهلي بيبحث عن لقب العاشر، اعتقد الترجي بيبحث عن لقب الخامس او السادس تقريبا. فالنهارده بتتكلم في فرقتين امكانيات وقدرات تساعدهم وتؤهلهم لان هم ياخدوا البطوله صحيح. مباراه النادي الاهلي انا بعتقد ان المباراه دي بره ملعبنا بالنسبه لي ممكن تكون مباراه هتبقى جيده بالنسبه لي، هتعمل فيها تكتيك مختلف، هتلعب فيها بطريقه لعبه مختلفه، هيبقى عندك مساحات، هيبقى عندك امكانيات، هيبقى عندك قدرات في الملعب، عندهم اخطاء كتيره جدا، عندهم نقاط ضعف كتيره ممكن تقدر تستغلها، ولكن برضو في النهايه عشان برضو ما نسبقش الاحداث ونكمل على التشكيل بعد كده، انا بقول ان المباراه صعبه مش سهله هناك وفي القاهره ايضا. لو كسبت هناك برضو المباراه هتبقى صعبه في القاهره، حتى لو لا قدر الله اتغلبت هناك المباراه اللي هنا برضو هتبقى صعبه عليها هو كمان في القاهره.